جلال وسدرة يكشفون عن المفاجأة. شاهد المزيد من التفاصيل. بعد أن أعلن كل أفراد عائلة البيت امبارح بأنهم اليوم راح يعلنوا عن المفاجأة، واللي هي بتكون خطوبة، كما صرح خالهم سيمان إنهم راحوا يطلبوا إيد حدا، فما ضل كتير لا نعرف شو هي المفاجأة، وضلت بس نص ساعة. وأيضا قامت سيدرا بيوتي بالخروج بستوري على صفحتها بالإنستغرام، كشفت تساؤلات الجمهور وتعليقاتهم اللي توصلها، حيث الجمهور كان عم يبعث لسيدرا عم يحكي لها مين منكم اللي خطب وأيضا عرس مين. ردت سيدرا بهذا الإيموجي. أيضا جلال عمارة قام بنشر ستوري على صفحته بالإنستغرام لساعة رملية علق عليها تيك توك، أي إنه ما ضل كتير لا نعرف شو القصة. أما نارين بيوتي فلستها مختفية عن السوشيال ميديا، والأغلب بيتوقع إنه الخطوبة إلها، خصوصاً إن الخطوبة كما صرح شيرون امبارح بتلميح على صفحته بالإنستغرام راح تكون برج خليفة.